الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا وصلنا لكورنثوس الثانيه الاصحاح التاسع، وحضراتكم اللي بيجي باستمرار هذا الاجتماع المبارك، اجتماع بيبقى جميل وحلو، بنفتح في كلمه ربنا وبنستفيد. الاصحاح 7 و8 كنا بنتكلم عن العطيه اللي هي اساس كل شيء في المسيحيه. والقديس بولس الرسول، طبعا احنا عارفين ايه سبب كتابته لكورنثوس الثانية، قلنا اكتر من مرة. ال7 و8 برضو كان بيتكلم عن العطية، وبيتكلم واداهم مثل على كنائس مقدونيا، يعني اداهم مثل قال لهم شوفوا كنيسة مقدونيا بتعمل ازاي والعطية ازاي. الاصحاح 9 بقى اصحاح يهمنا جدا، بيتكلم على الاهتمام بالقديسين. هنشوف مين هم القديسين، يعني 7 و8 على العطية، بعد كده بقى اصحاح 9 بيتكلم على يعني زي مثل حي قدام عينينا ازاي نعطي العطية، العطية اللي هي العشور او العطايا اللي هي بنديها للكنيسة. يعني كان موضوع مهم جدا، وكنت نفسي كل الناس تسمعه. انا حتى لما كنت بحضر اصحاح 9 ده، في موضوع كده كنت عايز اديه نبقى نتكلم فيه مع مدام ريهام ومدام مسؤولين على اجتماع العيلة. يعني عايز ادي موضوع كده مهم، مش عارف اذا كنا نلحق ندي السنه دي ولا ممكن ندي السنه الجايه، هو رد الجميل. يعني العطيه ده برضو في حته رد جميل، يعني تملي احنا بقينا بننسى موضوع رد الجميل. رد جميل من ناحيه ربنا، ناحيه رد جميل بالنسبه للكنيسه، رد جميل بالنسبه للاصدقاء، رد جميل بالنسبه للعائلات، رد جميل بالنسبه للي في مصر. يعني رد جميل، يعني انا بقالي فتره كده الموضوع ده تعبني، انا نفسي تعبان منه. ليه؟ بنبص نلاقي بقيه الناس دلوقتي كل فكرها تاخد، يعني دلوقتي بقت كل الناس عايزه تاخد تاخد تاخد، ما فيش حد عايز يدي. فدي مشكله، هي دي العطيه اللي اتكلم فيها القديس بولس. فعايزين نتكلم الموضوع ده بقى بتركيز، يعني الموضوع عايز اسميه كده رد جميل، ازاي ترد جميل. طيب نخش تاني بقى في الاصحاح 9، الاصحاح 9 ده سريع يعني. بيقول ايه؟ فانه من جهه الخدمه للقديسين هو فضول مني ان اكتب اليكم. جميل. ايه هم القديسين؟ القديس بولس الرسول سمى الفقراء بالقديسين، سمى إخوة الرب اللي احنا بنسميهم إخوة الرب بالقديسين. طبعا هم قديسين، طبعا أكيد هم قديسين. قديسين ليه؟ مش كل فقير قديس، لكن الفقير اللي مع ربنا يبقى قديس وقديس قوي، لأن الفقير ده يكفي تعبه في العالم ومع ذلك برضه بيحب ربنا. يعني الفقير اللي بيجي الكنيسة ده، إذا كنا احنا يعني أو اللي فينا يعني متوسطي أو أغنياء، يقول لك برضه ربنا ما عمل ليش حاجه، ويعني ربنا يعني ظالمني ازاي. طب امال بقى اللي مش لاقي ياكل ده يبقى ايه؟ يقول ايه؟ لا ابدا، قاعد بيشكر برضه. فعشان كده قديس. بطريقه ظريفه، بطريقه جميله، قديس بولس الرسول يدي للخدام ويدي للمجلس ويدي لكل الناس درس ازاي نتكلم مع الاخوه في ونوصيهم على محبة القديسين. يعني هو ده العنوان بتاع الرئيسي بتاع الإصحاح النهاردة. إزاي تتكلم مع حد عشان تحنن قلبه على الفقراء وتحنن قلبه على الكنيسة. فبيتكلم برضه في منتهى الكسوف، يقول إيه؟ فإنه من جهة الخدمة للقديسين، وبقى بيفتح بقى موضوع بقى بعد 7 و8، يفتح بقى موضوع هو فضول مني. يعني أنا إيه يعني بتكلم بطريقة كده، يعني مكسوف بصراحة أتكلم، لكن هتكلم يعني. ها؟ أن أكتب إليكم لاني اعلم نشاطكم الذي افتخر به من جهتكم لدى المقدونيين. جميله. ان اخائي مستعده منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الكثيرين، قد حرضت الاكثرين، لازم قد حرضت الاكثرين. الحته دي او الاصحاح ده او الرساله دي كلها زي ما قلت لحضراتكم بتدينا اكثر من درس للخدام، غير درس العطيه. ازاي القديس بولس الرسول في الاصحاح 8 يتكلم على كورنثوس او يتكلم مع كورنثوس على مقدونيا؟ يعني هو بيبعت رساله لكورنثوس بيقول لهم شوفوا المقدونيين بيعملوا كذا وكذا وكذا، دول ناس كويسين وبيعملوا، وبيقول لهم انا كنت بتكلم عليكم وبقول ان الناس دي ناس بتدي وناس وناس وناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القديس بولس زي ما تكون ماسك كنيستين مثلا، فقدام فيكتور فيلا لهم شوفوا الناس بتوع كورونا حلوين ازاي وبيخدموا حلو وبيعملوا كذا وعندهم مميزات كذا وكذا وكذا، واروح لبتوع كورونا اقول لهم ايه شوفوا الناس بتوع فيكتور فيلا عندهم نظام وعندهم كذا وكذا وكذا وكذا. دي بتدي للخادم روح حلوه، وبتعلم المخدومين ايضا حاجه جميله، عدم الغيره او الغيره الحلوه
لكن بقى ايه ده؟ هو ابونا بيحب، هو القديس بولس بيحب اخايا اكتر مننا؟ هو القديس بولس بيحب مقدونيا اكتر مننا؟ ابدا. هو كنا نقول ان الكنيسه الفلانيه فيها حاجه كويسه، دي حاجه فيها غيره حسنه ونتعلم منهم. فهنا القديس بولس بيدي مساء، يعني بيدينا بيدي درس للاثنين، للخدام ازاي اشجع الناس وازاي اتكلم على كلام عليهم حلو من وراهم، مش اروح انزل لوس انجلوس فيكتور فيلو دول متعبين والناس دي، لا ازاي بقى، ما ينفعش الكلام ده، بالعكس ده انا اشوف المميزات اللي فيكم ونقولها للكنائس الثانيه، ونشوف الكنائس اللي فيهم ونقولها للكنيسه هنا. وايضا المخدومين يفرحوا لما يسمع ان ابونا بيشكر فيهم او القديس بولس بيشكر فيهم هم مش موجودين. اجمل حاجه انك واحد يمدح واحد هو مش موجود، دي اجمل حاجه. اولا ما فيهاش حته رياء، تاني حاجه لما بيوصل لي انا المعلومه دي بتبقى حلوه قوي، غير لما واحد يجي احنا بقى عندنا العكس، واحد يقول لك ايه انت عارف يا ابونا فلان ده اتكلم عليك يا عم. لكن لما يتقال لي يا ابونا انت عارف فلان ده اتكلم عليك كلام حلو، يبقى مش فرحان عشان اتكلم عليك حلو، لكن هو من غير بيتكلم كلام حلو. هي دي الفضيله. حتى سيد المسيح لما حب يتكلم على يوحنا اتكلم عليه وهو مش موجود، لما جم التلاميذ بدا يفتخر بيه ولا اعظم مواليد النساء هو يوحنا المعمدان. فنفس الحكايه عمل هنا بولس الرسول، وبيقول لهم ان انا يعني هنا بيقول لهم انا الموضوع ده عايز اتكلم فيه، ولكن انا هتكلم فيه وانا مكسوف منكم، وبصراحه انتوا مش محتاج ان انا اتكلم فيه لان انتوا بتدوا، بس انا هتكلم فيه ليه؟ من اجل ان انا برضو اشجعكم اكتر واكتر، انا كنت بشكر فيكم قدام الكنيسه الاخرى. 3-4 ولكن ارسلت الاخوه لالا يتعطل افتخرنا من جهتكم من هذا القبيل كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى اذا جاء معي مقدونيين ووجدوكم غير مستعدين لنخجل نحن حتى لا اقول انتم في جساره الافتخار هذه. بولس كان هيروح كورنثوس بعد الرساله دي ومعه مقدونيين علشان يقدموا تقدمه للفقراء بتوع كورنثوس، او اسف يقدموا تقدمه يقدموا تقدمه يعني يقدموا اهل كورنثوس تقدمه للفقراء بتوع اورشليم. يعني كانوا بيعملوا ايه؟ هو يعتبر زي اسقف، فكل الابرشيات كل الكنائس اللي عنده بيدوا تقدمه لايه؟ للفقراء بتوع اورشليم، زي احنا مثلا ما نجمع من الكنائس ونروح منزلين ايه مصر. فبيقولوا ولكن ارسلت الاخوه لالا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، يعني انا لسه مش هاجي لكم، لكن ممكن يبعت لكم ناس عشان ياخدوا التقدمه دي لفقراء اورشليم، وعلشان انا ما افاجئكمش بيهم، يعني انا مش عايز افاجئكم بيها، فانا كي تكونوا مستعدين كما قلت. شوف انا بديهم برضو مساحه وقت مساحه زمن عشان يجمعوا. دي برضو بتدينا كذا درس. رقم واحد ان الراعي لازم يكلم الرعيه في هذا الموضوع، والعشور والفقير والعطايا رقم واحد. رقم اتنين انه ما يفاجئهمش بحاجه، ما يفاجئهمش بحاجه. انت تقعدوا ساكتين، هتقعدوا معنا ساكتين ده اوكي. رقم اتنين ما يفاجئهمش بحاجه. رقم اتنين ان هو برضو بيشجعهم بطريقه وعايز يفهمهم حاجه مهمه جدا، خليكم معايا، عايز يفهمهم حاجه مهمه جدا، ان هو معاهم او مش معاهم يجمعوا. يعني ايه الحته دي؟ بتتعبني انا في الخدمه. يعني ابونا موجود في فيكتور فيل وماله، يبقى مثلا الدخل كتير شوي. ابونا مش موجود الشهر اللي مش موجود فيه، كبر دماغنا شوي. لا ملهاش علاقه، انت بتدفع ليه عشورك؟ من اجل الفقراء، من اجل الخدمه في الكنيسه، دي عشورك، دي عشورك. ايش جاب بقى ابونا موجود او ابونا مش موجود؟ ساعات الناس انا ممكن اقول ان ده مش غلط قوي، لكن برضو مش ظريف، يعني ما اياش، يعني كل واحد يقبل اعتراف. ساعات انا بخش في موضوع تاني عشان ايه ناخد خبرات. ساعات الناس تقول لك ايه، لا الكنيسه دي ما فيهاش خدمات كتيره. يعني ممكن مثلا ايه الكنيسه دي يقول لك ايه ما فيهاش خدمات، انا مش شايف ان هم بيدوا فقراء، انا مش شايف ما فيش مباني، انا شايف ان هم ماسكين قوي على صندي سكول، انا شايف مفيش حاجه بتتعمل في الكنيسه نشاط. لا بالنسبه للموضوع ده في امريكا هنا صعب. ليه؟ لان الكنيسه اوريدي عليها هموم وعليها فلوس كتيره، زي المورجج مثلا، زي حاجات كتير. فلو انت، انا رايي، انا بقول لاولادي كده في الاعتراف، كل واحد قاعد باعترافه، لو انت في الكنيسه دي لازم حتى وعلى الاقل تعطي جزء من عشرك في هذه الكنيسه. بعدين بعد كده بقى تشوف بقى الكنائس بقى ايه اللي فيها خدمات حلوه او انت ضميرك مرتاح ودي.
لكن هنا القديس بولس يقول لهم ايه؟ يقول لهم انا مش موجود، لكن انا واثق ان كنتوا هتلموا وهتجيبوا فلوس وهتجيبوا عطايا. علشان مين؟ عشان اخواتنا في اورشليم. حتى اذا جاء معي مقدونيين جم معي او جم قبلي ووجدوكم غير مستعدين، لا نخجل نحن حتى لا اقول انتم في جزارة الافتخار هذه. يعني يعني انا عادي عمال اشكر فيكم وبعدين بعد كده لما نيجي ناخد حاجه ما نلاقيش، فنبقى شكلنا ايه؟ مش ظريف. يبقى انا كده شكل مش ظريف يعني. انا عمال اقول بقى ايه يا سيدنا تعالى، وفيكتور فيلي دي بقى مهتمه جدا بالمصريين بقى اللي في مصر، وبقى هنعمل بانكويت، مش عارف. بص الاقي ايه؟ مفيش حد جه، يعني مش ظريفه يعني. فبيقول لهم يعني ايه بطريقه كده ظريفه، احنا هنخجل من ده. لكن انا بقول لكم عشان انا كمان خلصت ايه، خلصت ضميري. طبعا في النهايه ما فيهاش خجل ولا حاجه، لكن الموضوع هو كله تشجيع للناس عشان تدي. فرايت لازما ان اطلب الى الاخوه ان يصيقوا اليكم ويهيئوا قبلا بركاتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معده كذا، كانها بركه لا كانها بخل. هنا شوفوا، هنا بقى في حاجات حلوه قوي. يلوم ايه؟ فرايت لازما ان اطلب الى الاخوه ان يسبقوا اليكم ويهيئوا قبلا بركتكم. خلي بالكم بركتكم دي العطايا اللي انت بتديها. القديس بولس الرسول سماها ايه؟ بركه. العطايا اللي انا بدفعها للكنيسه دي بركه. بركه لمين؟ بركه للكنيسه؟ لا، بركه ليه؟ ليا انا. بركه ليا انا. العطايا اللي انا بدفعها دي بركه ليا. خلي بالك بركه لايه؟ بركه في السماء، وبركه في بيتي وهيتقال بعد كده، وبركه في عملي، وبركه في صحتي، وبركه في كل حاجه. قلت له يا ابونا بس كان في ناس بتدي عشورها واكثر من عشورها، وبعدين جالها امراض وحشه. اقول لك طب ودي مالتي؟ ما ممكن يكون ربنا حط فيهم دي علشان هو لما حط البركه دي ساعد انتقاله يبقى مستعد ويخش السماء. ربنا يمكن يكون بيحبه يعني. هو وتملي الناس دي فعلا تلاقيها بص في احلى اوقات عمرها، لكن في النهايه هي بركه التي سبق التخبير بها. وهنا كمان وخصوصا وبركة لمين؟ عشان كمان بتدي للفقير، خصوصا للفقير. بركاتكم التي سبق التخبير بها، انا قلت لكم قبل كده لتكون هي معده هكذا كانها بركه لا كانها بخل. الله. في واحد بيدي الفلوس ببخل، وفي واحد بيدي الفلوس بايه؟ ببركه. انا مش بتكلم على الفلوس بس، انا بتكلم على اي عطايا. عطايا وقت، عطايا خدمه، عطايا عشور، اي عطايا نزور، اي عطايا. ليه بقى؟ اذا في واحد يدي فلوس ويبقى هو بيحط وهو ايه مش هين عليه، يعني ايد بتحط والتاني عايزه تقول له ايه ما تصبر، يعني بلاش 100 خليها 50، احنا مزنوقين، احنا تعبانين، عايز يروح الوقت هروح اخدم اقعد في البيت استريح، بس انا وعدت ابونا الناجي يلا هي ساعه وتروح وتعدي عادينا نخلص. لا ده بخل. على فكرة في ناس ساعات تقول لك يا ابونا في حد يعمل كده؟ ساعات ناس كتيرة تحب تخدم لكن بتبقى بعد مرة مرتين ثلاثة تتعب، لكن من أجل الشكل، من أجل منظرها، من أجل الشوف، من أجل أي حاجة. طب بص هي إيه؟ لا ماشي نروح وخلاص، أو ندفع وخلاص، أهونا قاعد عمال يأنف فينا ضميرنا، أو المجلس قاعد عمال يأنف فينا ضميرنا. لا لا، ده يا إخواتي ما بتبقاش سبب بركة، لأنها ببخل. وانا طبعا الايه كلنا عارفينها، المعطي المصري يحبه يحب الرب. فبعد ما يقول كده بقى يديهم بقى مثل هذا، وان من يزرع بالشح فبالشح ايضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات ايضا يحصد. جميله قوي الايه دي، كلنا عارفينها. ها كورنثوس الثانيه اصحاح 9 ايه 6، جميله جدا جميله جدا. طب البخل ده بيعمل ايه؟ هو بيدي ابيض، ممكن يكون بيدي بالعشور بالكامل بس بالشح. طب وليه أدي العشور لو أنا عندي مش محتاج؟ يعني هنا في ضرائب تصاعدية، نظام البلد هنا ضرائب تصاعدية. طب ما نخلي إحنا العشور تصاعدية بس من ضميرنا مش العكس. يعني تملي الفقير يدي، تملي المتوسط، لكن الغني حتى يمكن عشوره ما يديهاش. لا ده بالعكس، ده المفروض الغني يدي عشور تصاعدية، يعني هو بقى معاه بزيادة ومش عارف يعمل بيها حاجة، ولاده بقى حلوين وخلاص. طب ما بدل ما ادي 10 دي 30 و40%. ولا ليه ده النهاردة أهل العالم، أنا مش أهل العالم، ده ناس كويسة جدا، المليارديرات، في ناس كتيرة يقولك دي كلها أرقام كده أعمل بيها إيه؟ ده أنا كل المليارديرات دي
اديها للفقراء. في ناس بنسمع عنها كده، او نصها او ثلاث ارباعها. ايه اللي بيحصل ده؟ انا اعمل كده. ده بقى ايه؟ ده بقى يزرع، بيزرع بالبركات. هنا جاب لهم مثل حته ايه، ودي قال للسيد المسيح، قال من يترك شيء ياخذ 100 ضعف. طب وليه ياخذ شيئين؟ ياخذ 200 ضعف. فانت لو انت بالشح هتحصد بالشح، انت عندك فدان تقول لا يا واد انا مش هتعب، هفضل انا افضل بقى رايح جاي وازرع وحته صغيره كفايه على اكلي. طب وبعدين هيحصد ايه؟ هيجي يحصد يلاقي امطار قطن، هيلاقي حته قد كده مش هيلاقي حاجه، يا دوب مخده يعملها لو لا. وممكن حتى اللي عمله ده يضيع، تيجي دوده تاكله، تيجي حاجه تاكله، فحتى الحته الصغيره دي. طب انت ليه؟ طب ما انت حبيبي، ما انت عندك ارض كبيره، ما تزرع، ما عندك خير كتير، ما تدي. ليه بقى تحكم على يعني ايه؟ واحد يقول لك ايه، انا حطيت عشوري خلاص الشهر ده. طب سمع عظه لابونا وقال لي ابونا ده في ناس محتاجه واحنا عاملين كذا وفي واحد احتاج ومش عارف ايه وبتاع ايه، ومدي وماله. لو انا اقدر ادي في الاخر هتبص لقى نفسك بتزرع، بتحصد بالايه؟ كتير بالبركات. كل ما هتدي ربنا هيديك. كل واحد كما ينوي بقلبه، شوفوا بالقلب انت ايه بتحس احساس. اللي عنده التالنت ده او اللي عنده الميزه دي او اللي عنده الهبه دي مش 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 للاسف مش كتير، يعني ان واحد يحس، عنده احساس، قلبه بيتفتح تمام للخير. ويقول لك ليس عن حزن او اضطرار للمره المليون. في ناس بتدي عن اضطرار او عن حزن، لان المعطي المسرور يحبه ايه؟ يحبه الله. المعطي المسرور يحبه الله. تحط 100 كلمه او 100 خط على المسرور، انا ببقى مبسوط. زي ما قلت لكم اكتر من مره، احنا بنتعلم منكم وبنتعلم من الناس اللي بتدي. تلاقي ناس جايبه لنا كده شيكات، انا ما بشوفش قوي لكن يعني المجلس ساعات بيوروني، الاخوه في المجلس يوروني كده الورق اللي جاي. فيجي واحد يقول لك ايه، متشكر ان كنتوا ادتوني فرصه ان انا اديكم، ان كنتوا جبتوا لي المجله فبعتوا لي الفرص، فمتشكر ان انتوا بعتوا لي عشان انا اخد البركه دي. ده احنا عايزين نشكرك. لا، وانت حتى في ناس ما يعرفوش الكنيسه بتاعتنا شكلها ايه، لكن يدونا. الله، طب ليه؟ على اسم العذراء، عنده نادر العذراء، حاسس من المجال الانجليزي بتعمل نشاط وتفر. في النهايه ايه، او في ناس اي ظرف يجي لهم لازم يحط فيه ان شاء الله 10 دولار. في ناس كده معلمه نفسها كده، اي حد يطلب منها يديله. طب وده ايه؟ ده هو بيدينا شكر ان احنا بنديله البركه دي. ده معطي مسرور يحبه الله. معطي مسرور يحبه ايه؟ يحبه الله. الله قادر ان يزيدكم كل نعمه، ده المعطي المسرور، لكي تكونوا ولكن كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزددون في كمال صالح. يا دي نفس الجمله اللي بنقولها في القداس في الاوشيه. شوف اللي هو ايه، الله قادر ان يزيدكم كل نعمه. شوف طبعا لما تيجي طبعا من رسول اسقف على مستوى اسقف بيشجع الناس بالطريقه دي، الله يزيدكم كل نعمه. يا كبيره، تبقى الناس برضو مستنيه كلمه حلوه من ابونا، تبقى الناس مستنيه جواب شكر جميل، تبقى الناس مستنيه مش جواب شكر كشكر لكن جواب في بركات. انتوا بتاخدوا بركات، الله يزيدكم نعمة، الله يزيدكم بركة، الله يزيدكم عطايا، يبارك في أولادكم، كل الكلام ده. هتقول يا ابونا طب الكلام ده بيمشي؟ طبعا بيمشي. طبعا بس مفتوح، طبعا 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 لما ربنا يسمع من قدسيه طبعا هيسمع من قدسيه. فالله قادر ان يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين. شوفوا اللي يدي يشكر يبقى عنده اكتفاء. انا اطلب تمام ربنا الستر. ايه هو الستر؟ الاكتفاء في كل حاجة، الاكتفاء في كل حاجة. مش يبقى عندي كتير لكن يبقى عندي ايه؟ اللي يكفيني وانام وانا مرتاح، لاني ما عنديش حاجة هحتاجها بكرة. بكرة لما يجي بكرة يجي شري، يجي الشر بتاع بكرة لما نرجع بيه. ولكم كل اكتفاء كل حين، كل وقت عندكم اكتفاءكم، عندكم الكفاية بتاعتكم، كل شيء تزدادون. بقى ايه بقى اللي تزداد فيه؟ ان ربنا يديك البركه دي والنعم، انك لما تجرب عمل الخير تحبه فتزيد، عمل الصالح ده يزيد، يزيدك نعمه، يزيدك بركه، كما هو مكتوب فوق اعداء المساكين بره يبقى الى الابد. ده مزمور 112:9 معناه الانسان البار يعطي المساكين. عمله الصالح ده بره ده هيبقى للابد. هو على الارض يبقى انسان بار، وفي السماء طبعا هيبقى انسان قديس. ويعوضه ربنا عن بره هنا في العالم وفي الابديه. زي ما قلت لكم صدقوني لا
لو دخل في المواضيع دي مش هيخلص كلام او حكايات. ربنا مش ممكن في الموضوع ده يبات متداين ابدا ابدا في الحته دي بالذات، وكمان فين؟ في الابديه. والذي يقدم بزار للزارع وخبزا للاكل سيقدم ويكفي بذاركم وينمي غلات بركم. هو ربنا اصل النعم والبركات اذا كانت ماديه او روحيه، يكسر بذاركم وخبزا. يعني انت بتدي ربنا يديك بزار. بزار هنا بمعنى ايه؟ بزار هنا بمعنى بركات، بركات ارضيه وخبز. ما هو اما انت ليه بتشتغل؟ انت بتيجي تسال نفسك سؤال، انت بتشتغل ليه؟ ليه بتشتغل؟ هي رقم واحد عشان تعيش. يعني ايه عيش؟ يعني اكل. اوعوا تفتكروا احنا بنشتغل عشان يبقى عندنا خمس ست بيوت، لا مش ده الاساس. بس دي ده فكر الانسان اللي هو ايه، عايز يعمل مستقبل وماله، مش عيب بس مش هو الهدف. لكن في النهايه انت شغلك الاساسي عشان تاكل، مام اكل عيش. فالعيش ده ايه؟ بزار قمح، اكل عيش. في ناس مش على فكره الاكل ده، في ناس مش على الاكل الخبزه دي، صدقوني انا بكلمكم امان. في ناس بتروح تراش عشان تطلع الاكل ويبقى اكل بايظ وتاكله، ياكله وياكله وخبز يعني مش عايز اقول يعني معفن، بس يطلعوا ياكل. في ناس مش شايه ده، احنا لاقيين الاكل بتاعنا. فيقول لك لا، ده كمان يكثر بزاركم وينمي غلات بركم. هنا كمان بقى ايه؟ يكسر بذاركم وخبزا للاكل، ده الارضي. وينمي غلات بركم، ده ايه؟ ده السماوي. ربنا يديك بقى من عنده، ومش يديكوا بس، يدي كمان ليك ولاولادك. مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. مستغنين في كل شيء، العطايا لما تزيد بقى عنك بتقول يا سلام يا رب، ايه اللي يا رب اللي انت بتدهوني ده؟ كل البركات دي. كنت لسه مع واحد بزوره يعني، فكان بيحكي لي في لما كنت في مصر، ربنا فتح عليا في اللي معرفش ازاي يا ابونا بقيت امشي كده. كان بيتكلم على الحته دي، على العشور والكده والنذور والحاجات دي. بيقول ابونا كنت امشي كده ابص الاقي فلوس بتجيلي من غير ما مش يعني اقول يا رب انت يعني يا رب البركات دي يا رب بتدهني دي، ايه البركات دي كلها؟ ايه ده ازاي يعني حاجه غريبه. ففي كده يعني في كده، بس في كده ازاي؟ امتى؟ لما تدي. ومش هو ده الهدف بتاعك صدقوني، مش ده الهدف. لكن الهدف انك انت ربنا يديك غلات بر. السخاء ده ينشئ ايه؟ شكر ربنا بقى طبعا. ولما يتشكر ربنا يديك اكتر. كل عطيه زياده مش هتبقى بزياده لان ما فيهاش شكر، واللي في زياده لان فيها شكر. لان افتعال هذه الخدمه ليس يسد عواز القديسين فقط، بل يزيد بشكر كثير لله. لأن افتعال هذه الخدمة افتعال من فعل يدبر، لأن تدبير هذه الخدمة ليس يسد عواز القديسين فقط، خلي بالكم من الحتة دي كمان، بل يزيد بشكر كثير لله. لما نبقى احنا قلبنا على الكنيسة وبندي وعندنا فقراء بالكتير قوي، فيجي ابونا يقول ايه مهما برضو حطينا ده، احنا عندنا احتياجات كتيرة. لكن لو احنا حطينا بقلب مسرور وحطينا بحب وحطينا، هنلاقي في الاخر ايه؟ ابونا بيقول ايه ده؟ ازاي ده؟ احنا كان عندنا مدارس داخله، والحاجات دي بنشوفها في مصر، عندنا مدارس وعندنا 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 الشعب فقير، لكن بص كله اخد وكله تمام وكله حلو خالص. ايه الحكايه دي؟ ليه بقى؟ للناس اللي بتدي بيدوا بشكر للقديسين، بيدوا بحب، اللي كان علمهم ازاي المحبه بينهم وبين بعض. فبقى الموضوع بقى ايه؟ بقى فيه ارتباط، وبقى فيه الخير بقى بيجي. لما يجوا الجماعة بتوع الأكل مثلا، يجوا يا ابونا مش عارفين، خايفين مش عارف ايه، بس طلع الحاجة طلعت حلوة قوي. ليه؟ لك اصل كان في حب، بس احنا كل واحد عمل من قلبه، بتبان على طول الخدمة دي، بتبان على طول. لو احنا عملنا أحسن حاجة في الكنيسة وقعدنا شهور نخطط وندبر، لكن كل واحد قاعد مع التاني قاعد عمال يشتكي ورياء ويتكلم من وراه، هتلاقي في الآخر الحاجة اتعملت شكلها حلو لكن ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش بركه كده، ما فيهاش نعمه، ما فيهاش نعمه. بنشوفها على فكره، بنشوفها، تلاقي كده تخش كده كنايس يعملوا بنك وتعملوا حاجه كده فظيعه، لكن تحس كده ان ما فيش محبه. لا، وساعات تبقى الحاجه بسيطه جدا لكن الناس تبقى طالعه مبسوطه وفرحانه ومهلله وفي بركه. ليه بقى ده؟ بس في ايه؟ في حب، في سخاء، في نعمه، في بركه، في الناس بتحب بعض، في الناس بتقدم غيرها بفرح.
إذ هم آية 13، إذ هم باختيار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. اللي بيلمسون من عطاياكم دول ها، ويكون سخاءكم ده دليل على إيمانكم بالإنجيل. اللي بيدي ربنا ده عنده الإيمان، إيمان بأن ربنا هيبارك له، يبقى إيمان بالإيه؟ إيمان بالإنجيل. فلما الناس حتى القديسين دول لما ياخدوا يقولوا يا سلام، قد إيه الدنيا دي فيها خير، قد إيه الناس دي عندها إيمان، قد إيه الناس دي حافظة الكتاب المقدس. لما نبقى في كنيسة والناس بتدي يقولوا يا سلام، دي فعلا ربنا إدى، فعلا ربنا إدى إيه؟ إدى بركة للناس دي إنها بتدي. يعني خلي بالكم، يعني إيه؟ نقول تاني، يعني إيه؟ يعني أنا قاعد كان عمال أوعظ 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 أوعظ، وبعدين شايف الناس قاعدة بتسمع لكن في النهاية مفيش خدمة، مفيش عمل. طب بعدين يبقى كل الكلام ده احنا بنوعظ على الفاضي، يبقى احنا بنضيع وقت، فمفيش إيمان بالإنجيل. الإيمان بالإنجيل ده إيه؟ حاجة عملية. يعني إيه حاجة عملية؟ مش مجرد قراية، مش مجرد سمع. واحنا نسأل لك أبونا، يا سلام يا أبونا، أبونا داود لمعي بركة كبيرة، أنا بسمعه بنبسط بهلل. طب حبيبي أنت سمعت لازم طبعا داود لمعي ده، أخدت منها درس واحد في حياتك؟ الراجل قاعد عمال يشتغل عمال يعمل في الوقت اللي الكنيسة فيه روحياتها بالظاهر عالية جدا، في الوقت اللي الكنيسة فيه الإيمان بالإنجيل ضعيف جدا وتتحسن، الوقت اللي فيه عظات وسيديهات وشرايط وأفلام وكنائس ومباني وأديله ما في النهارده، ما فيش كنيسه ما فيهاش. لكن الوقت اللي فيه الناس ايه؟ تتهز في ايمانها، لا دي بقى تتعب. عشان كده شوفوا ايه، يمجدون الله على طاعه اعترافكم. هو ده المحك، ده المحك الحقيقي. المحك الحقيقي ايه؟ هل انت بتنفذ كلمه ربنا؟ عمال نقول بالشح وبالبركه وبال، طب انت بتنفذ كلمه ربنا ولا لا؟ وسخاء التوزيع لهم وللجميع 14، وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم. هم بيصلوا من أجلكم. يعني شوفوا البركات اللي أخدتوها بقى. عارفين أنتوا لما واحد يدي كده، واحد شحات ولا هوملس، يبقى كاتب يافطة. هنا ما فيش حد بيقول كلام لكن بيكتب يافطة، ويكتب يافطة God bless you، ربنا يديك بركة، وفي مصر ربنا يوسع عليك. على فكرة اوعى تفتكر أن الحاجات دي ما توصلش لربنا، بتوصل الناس دول والناس اللي حتى ما تعرفش انت بتديهم ازاي، بيصلوا لكم بيصلوا لكم. فدي كلها ايه؟ دي كلها ايه؟ بركات. فشكرا لله على عطياته التي لا يعير عنها. بولس هنا يختم كلامه عن العطاء في الاصحاح 9، احنا 7 و8 و9 عن العطايا، بيخدم انه شكرا ربنا، مش شكرا ليكم، لا شكرا ربنا ان اداكم النعمه والبركه والمحبه الاخوه في قلوبكم. شكرا لله ليه؟ لان دي نعمته ودي بركته. والفلوس اللي انت بتحطها يا حبيبي والعطاء اللي انت بتحطها دي جاي من عند مين؟ من عند ربنا. كان لسه برضو واحد من 3 ايام بيحكي لي، بيقول لي في واحد علم ولاده كده، قال لي بص يا حبيبي، بنو صغير، قال لي بص يا حبيبي، لما ربنا بيديك $1,000 الانكم بتاع الشهر، $1,000 دي بتاعت مين؟ ها؟ بتاعت ربنا، هو اللي جابها لك. هو بيقول لك خد 900 ورجع لي 100 عشان يشوف انت يعني انت حاسس بده ولا لا. فقال له بص الشيك تيجي لك هو عشره هتطلع ربنا، بعد كده بقى اعمل بقى، بعد كده بقى حط زياده عايز تحط، لكن الشيك ده اصلا هو كله بتاع ربنا. فالعطايا دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. حتى هذا الانسان لحد النهارده يقول لي في المجلس، الولد ده كان متربي هنا وبعدين راح حته بعيده، يجيب الشيك بتاعه ايه؟ زي مثلا 1253 25 سنت. هو اتعلم ان هو صغير كده، انا هتاخد حبيب المصروف 10، دي بتاع من عند، مش من بابا، دي من مين؟ دي من ربنا. فتروح تحط الدولار في ساندي سكول، تحط الدولار في الصندوق. ده اللي عايز يعلم ابنه بالبركه يدي. فهذه الأموال يا حبيبي والصحة وكل الحاجات دي مش منك أنت، دي من ربنا. فشكرا لله على عطيته اللي اديها لك عشان أنت تاخد البركة، فتروح تحط جزء منها للفقراء أو للمساكين أو للكنيسة أو وطفر. الله قادر أن يعطينا نعمة العطية وأن احنا نحس بالعطية ومدى أهميتها في حياتنا الروحية، ولمجد دائم.